طيب الآن صلاح، يعني كما تحدثنا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يحاول بحشد أكبر عدد ممكن من المقاتلين لزجهم بالمعركة الحاصلة في عدن. الآن البعض يتحدث عن إمكانية مساعدة الحوثيين للمجلس الانتقالي الجنوبي، هذا الموضوع يعني كيف تعلق عليه أو ما صحة هكذا أنباء؟ يعني هناك تقارير تتحدث ليس أن المجلس الانتقالي يتعاون مع الحوثي، بل هناك تقارير تتحدث أن الإمارات نفسها تتعاون مع إيران ومع ذراع إيران في اليمن وهو الحوثيين في تسيير بعض العمليات التي ضربت في الصميم يعني الشرعية اليمنية، مقتل القيادة الجيش أحمد سيف اليافعي أو طماح أو نحو ذلك من القادة الذين قتلوا في قصف الحوثيين أو قصف بطيران خاطئ. هناك من يقول أن هذا كان يتم بتعاون بين الإمارات وإيران. الآن كيف ينظر الحوثيون لما جرى في عدن؟ الحوثيون كانوا مرحبين لانقلاب الميليشيا المجلس الانتقالي في عدن، وأصدر متحدثهم بيانا يقول فيه الآن لابد من عقد حوار بين الحوثي في الشمال والمجلس الانتقالي في الجنوب والإصلاح والمؤتمر من أجل إعادة صياغة المشهد من جديد ومحاولة إزاحة الشرعية تماما. ما يجري ما يجري في عدن هو في مصلحة الحوثي وإيران.